أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. سؤال شلوان وحوية يا مجهول الحال، مجهول الحال يعني يا أهبالي مجهول الحال محوص النقنة يا حكم كيساء أفكم مجهول الحالك مركب مجهول سيادة با ووحن لأقوان وي هذا شيء من أمر مجهول وي يعني جاي البلغية وي اسمه مفعول وي جاهل وقفك وحي عن قرنه وي مجهولنا ووحي عن قرنه وي مركب حال كيسو قفك حال كيسا عن قرنه يعني يا قف عن حال كيسا عن قرنه يا له معابك راه حكم في سنوى محيوي مركا ماشي عن تفاصيل بوبا هانتاي مجهول حالك مروح ونغنكرا قف مسلمة اللي يقان مروح ونغنكرا قف إنو مسلم يهي عن شخصي عن تيسا عن لو أغين لكن حكم عام ومضغو كمتك يهي أما ومضى ماشي شوكته موافقة ووافق سيني هاي يحشرك وكل يحشره الله بدينا هاي إنه أمضى كمدي هاي يمر أمضى باريسا والله بدينا هاي إنه كمدي هاي انت بوان مقضامة مركب مسلم اللي يغان وحنا قلنا يا مثلا علماء مركب علماء الحديث كمارت كوشة كشة غين شكتي وأهل الحديث كأه يا وحو يقفك سوى مسلم هدي أن لا أقوم عدالتيس إن العدل ياي وأن بين أقوم وأن حديث كبين شيقي إن هذا تاس علمي لولاهين بين مجهول رنجلين قفك هو مجهول أم مجهول الحال دي إسلام كينا كما أيان نفينا يان لكن حالة دي حديث كيسا لغالان لها والغلق ملها حديث كيسا وريه بكس عراه يعني دسكي اللي يغاني وسيقضا عها الوكسونا وضبضيق لها الحديث تقبنا هي وصيف عن مقبنا هي وحي مغلين دسك عسر لغا سعراه هي كان لم يغان بالي ما آئينو قالي هاي مرك مرنا وحاوي أمم إسلام أهو اللي يغان مقال هبلا وحدقة مسلمين أما دولك أصبح دقة قبيلة فلان ومسلمات قبيلة أصبح مسلمين وقاس كدو واهب البلي قبيل كين وابدية هل هل ما تيرنكرو لمن يغان أما قبائل بضن بوية وحليه دولك أصبح دقة ضد صومالي بدقة هكاس أو ضد مسلمين أهب البلي أما ضد عرب بدقة ومسلمين أو موحدين وإلى يشريين مركة أغونتا مركة شاعصة ولا تجليا وهذا كاس هذا الأتم الذي يقول تكنا هي ونن عذان أقوم وتجني وأكحرنا إسامة محي لي مسلمين ترك الدين ما دام مسلمين يهين وفق إسلام الله ذي كحرتين بابا شهادوه معه إنه عدل يا المسلم يا إجابة غي وهر مرصدي وسلاد يعني إلهي مرك الهر استعجل هي هذا هو نهر مريري marka adigu majhuul ka yahay laakiin iyaga majhuul kama aha jahilnimada sidoo kale sheegaya waa nisbiya weey nisbiya بالنسبه ilayka weey adiga xaggaaga markii lagu fiiriyo majhuul weey ninka laakiin ma aha majhuul dadkii baa yaqaan deegaankii baa yaqaan sidoo kale qabiila kaafira meeshii degan tahay markaa timaadid qabiila kaafira halkaan degan baa la yiri qof waxa uu timid macaan waxa uu timid qof yaani neef gowracay baa uu timid dadka halkan joogana mushrikiin wasaniyiin way ama mulshidiin way ama murtadiin way waa kufar shakli wada kora kala duwan waxa way kufartu kulligood ahlu nar way waa dad ilaahay xiriis ka baxay waxa ku jira kuwo islaamka diidaayo leh anagu yahuud baanahay waxa ku jira kuwo leh nasaaranahay waxa ku jira kuwo awsaan iyo asnaam caabudahaya oo aan diin ba sheeganayno kitaab sheeganayn waxa ku jira kuwo shahaadeen ku dhawaaqaya nabi maxamed rasuul xaq leh مثلا كوكو في مسألة وين كانت ودينة إلهي وحكمنا بيننا
سيدا كوي مسيلم الكذاب إيو مانع الزكاة إيو قرامض إيو تطار إيو حصلوا أشهدني ومضى أشهدني أحي مركة أمضى مركة حكم كاس أي لا ذهي حكم بي لا ذهي كفار نوع وحوي مثلا دبا يحفظ على العنين وي مثلا قال هذا قرب دبا يحفظ لبني هذه من كاس مثلا مركة وحكم حباري ضدك ما يشفى جنبها حكم له سوى ضدك بكم دي هل كاس حكم إيسا walaqiya baadum barasho in timaado oo ninkan umada ka duwan yahay oo diinta ku khilaafay oo aqeedo saxiix walka la fadhiyo inuu noqdo laga yaba laakiin adiga marka hore bilnisba ilayka waa adiga xaggaaga marka laga fiirsho ninka adiga majhuul buu ka yahay laakiin dad kale laga yaba inuu macluum u yahay oo nin la yaqaan u yahay weeyba marka majhuulka siiso saas u kala duwanaanaya ma saas u kala duwanaanaya marka waxaan ka soo qaadaynaa hadda tusaale قبيلة معناها وين ودسك الأدب بنيه وبنو حنيف اللي هذا باح الوحو كمين وكفاري مركي كفري والوحو كمين لمسوا عضلق مقادن ونو والبقيها وين والبلمسوا ويدين لكن وحوايا ننكي دسك عدى عسنايين قبيلة والبوا ما أحد وذا ولا يقنا دسك عدى عسنايين وقبيلة ورها عسنايين باوحي لصوب بحين كفري ظاهرة رسولك صلى الله عليه وسلم بورقه سو قري وحو يري من مسيلمة رسول الله بي رسولك الهي ومسيلمة اهاوي ورقدان كسوتاوي مسيلمة هو نينكي غول كاس دك الرعسنا وكميدا مركان اسغا علنك او قاديو اسي راين الى محمد رسول الله بي مرك محمد رسول الله واقراه يا لا اله الا هو واقراه لكن انا رسول ابو اعلاميه دكينا وا كقنعي وا راعي غبي او تريي وحو اسكو دبا دحين waxaa la oranayaa ka farad badan xalifa la oranayaa macnaheedu ma aha inay jiraan ashkhaas muslimiina inay dhex joogaan oo mustadcafiina oo maaragtay diintooda haysta inay dhex joogaan lama nafiyinayo laakiin daarta sideedaba waxaa loo bixiyaa dadka qalabada xukunka haya wax kala goynaya dadka wax kala goynaya oo xukun kale hadday dad rabaan dadko dhan qabiilko dhan kicin kara oo hogaamin kara وي او ادير هبان ديلي كرا ادير هبان دين كرا والمصيدرون على رقاب الناس وي دسك قورت دسك وهي وي وقف كرا قورت كوين كرا كواس دارت لو بخيا حاليا دارت وبنو فلان اما ودار كفر كفر با ميشان كتلي سوي اما ودار اسلام با لي ميشا دد هنوسن ومسلمين با كتلي وي مركا دارت بنو حليف وحاليا دار كفر وي معناهنا لما تركوبين رج يا هوين لما ترى كوبين انت مارس حقها يستين تانا يسان لكن الغلبة وحي اهيد لمسيلمة واتباعه بامياش غالب كاه ايه كلا عيدا الله هاي ودقا لم تري وحكور ايمان كرا مكر مركا هالكاس حلوغا نسان هيا بنا حليف وقال اللي ساسا وضع ميا ظاهر كاس امضو مركا امارت يعني كفر اعلامي سو ملاحظو اعلامي سو امضا هوسين لازكو مرئبو امضا هوسين لازكو مرئبو لغو مرد دينبا يعني مركي اللي كان سعيا ومسلمين في هذا الوحيد الجناين مركز جزيرة العرب انت ضمن بيت الجناين بنو حنيفنا كل كودي بريها بر يعني شرق الجزيرة العربية اها بيت الجناين ومركز يعني غليم العارض اللي يراضي الكاوي مركب بنو حنيفة والود دولة يا مركز وكلا أمض أهم بلو بربرنيا وقوة منظمة شيطانية لغلين قوض نظامسان او كلا دنبين له او شيطان منسكي سي ودوي شيطان راعدي اللي كفرتيوي قوض مسلم كو كده اشتراه لا فيرني الواجي اللي اقاده ما يعلان صدان وران وصا صدان اهي دين تود الشيطان يا الله قبنا يا ما اما هدين لغا شكي حتى ولا يستاقيا هدين حتى لغا شكيو او وحيابو يقل ويا قانا دون نين مركي لوسو دوادو ويرادو لعنة الله على المسلمة يراه المسلمة لعنة ذو يروس أهين كوي النبي كرهه ما يسمع بالفهم يا وإلا يستوى وإلا يستوى سيد السلام عليكم لو يستوى تري نمك وثنيتا وأنا أقول لن السلام عليكم أنا أقول سلام تري مركب مسلمين تقولي ماذا السلام عليكم إلى هذا اللي يركي يستوى لي ساسو كلوا إيمان كفر بإيماني مركب أمضى مركب الحكومة تاعي ودولا لو غاضو كيلو قالوا إنه مسلم يهاي بل يقاني وماشي كسر دعبها
oo maratay halka qaar ka jarnaayaan oo kale lama dili karo maxaa gashku keenay bal oranaya saga hadlaya cadeynaya ninka ninka laga shakiyana waa waa laga isteegaya wax uu ku islaamay hore lama ogeyn laakiin hadda markii seefta arkay oo wuxuu yiri lacnatullaah ala musaylamawi musaylama til kadaab lastu min asbaacihi buu yiri kuwi raacsanaa maahi buu yiri waa laga istaagaya labada nooc baa laga istaagaya mid la ogaaday ummadda isu ku jirin iyo mid la ogaa mid laga shakiyey laakiin wixii majhuul ah oo dhan aan la aqoon oo meesha raalligu ku ahaayo deganaa reebana xariifana ahaa yaa tahay baa ku filnayd yaa tahay banu xaniifa waa la dili jiray khaalid bin waliid waatuu la kulmay niman oo raadinayay dhiig maart ka maqnaa raadinayay u qabtay marka banu xaniifuna loo diray banu xaniifa waa kufaare calanka loo dhiibay banu xaniifa ku jihaad bale halkaa markuu tegay waatuu nimankii yiri miyaa tihiin waxay ahayn banu xaniif qoorta ka jabuu yiri maa wuxuu ka reebay laba nin keliya ka reebay oo ninna wuxuu ahaa nin hadlay buu ahaa yuu yiri khaalid ou haddaa rabtid banu xaniifa khayr la rabtid ama shar la rabtid odagaan hadilin buu yiri mujaaca bin muraara ladhihi jiray mujaacu iska daayay ninkii hadlay oo yiri ninkaa hadilinna waa iska daayay labaa nin buu reebay inta kale waa laayay maxaa loo laayay qabiilo kufriday oo ridowday bay ahaayeen muslimiintiina uma imaanin waa nimanka xoogaloo dullaanka qaaday nin soo dilaya inay qabiiladii banu xaniifa ka mid yihiin ba halka ka muuqata banu xaniifa dad ah wala dilibay u aarahayeen oo aadeen marka laysma weydiinba asxaabtii weliba kuwii ugu waaweynaaba la socday khaalid bin waliid muhaajiriin ansaar baa la socotay laguma inkirin marka sharcigii ilaahay miyaa la diidayaa marka sharcigii ilaahay maa la diidayaa miyaa la diidayaa ummaddu haddii walaa ka dhexeeyo isku xiran tahay isku hiilinayaan taladooda midaystaan madax samaystaan kufri iclaansadaan umma kaafiraa la yihahdaa yaa xerada soo gelin karaa shareecatullaahi baa saas ku dhamaatay umma kaafira wey ummad ahaan baana loo diraya markaasi afraad ahaan loo fiirfiirin maayo kan kufriyadda qaba xubin buu u yahay iyaguu gargaaraya kan cimaamada qaba iyaguu gargaaraya kan tukanahaya iyaguo xubin u yahay hadduu rabo hogaamiyaha oo dhan baa tukanaya waxaa lagu haystaana waa musaylama rasuulullaahi ah waa lagu haystaa tataarka waxaa lagu haystay inay wixii iyaga raacana inay dhiiggiisa xaaraan dhahayeen yahuudi baa ahaado qolo kasta ahaado wixii kasoo horjeedana inay dilahayeen awliya allahi baa ahaadee inay yani saas ahaayeen oo wax xeer ku socda kitaab aan kii ilaahay ahayn oo alyaasiq la yihaahyo ku socdin ma marka tataar ahaan baa loo dirinayay meega qabiilaha tataarka u helisay reer hebel baa tataarkii la jiraan oo kuwaas la jiraan waa lagu duulayaa macnaha majmuuc ahaan baana laysugu qabanayaa waxaa laga istaagayaa nin laga shakiyey oo wax loo malayn karo inuusan ku jirin daahirsaday iyo nin muslimay oo la yaqaan baa laga istaagaya ummaddu marka waa israacdaa wadaadadu iyagu aan arrinta aqoon oo cilmiga ka maqan yahay majhuul ka yahay ummaddu inay xukun qaadato marba hadday tanaasur ka dhexeeyo oo qiyaado leeyihiin oo talada midaystaan inay xukun qaadanayaan umma kaafira ama umma muslima ama umma mubtadica bay noqonayaan waa noqon karaan iyagoo aan arrintaa aqoonin oo ka shaksil waaxidi in laga dhigahayo ummadda mararka qaarkood iyagoo aan garanayn sidii hal qof loo fiirinayo iyagoo aan garanayn bay iftoonayaan markaas waxay ka hadlayaan dadka muslimiinta loo xukumay oo umma muslima loo xukumay afraaddeeda caymiska ay ku jireen oo ninna lama gaalaysan karo ilaa bilbayina nina lama dili karo dhiiggiisu xaaraan wey arrimihii marka muslimiinta la siiyey arrimihii muslimiinta ummadda muslimada ah oo walaagu ka dhexeeyo isku xiran oo la yidhi ummaddaas waa umma muslima oo aslamad banu fulaan la yidhi firdiga kamid a caymis buu leeyahy waa la ilaalinayaa qofkaas haddii la dilaayo bayina waa in la helo waa in kufrigii haddana waa in qaalligii dila maaha nin walba ma dilaayo qaalligii yaa xukumahaya oo markaa qoorta lagu goynayaa kii ridooga laakiin inta ka horeysa ummadda guud ahaan baa xukun loo siiyey waxaa la yihi dadka halkaa jooga waa muslimiin ba lii xukm alislaam bay qaatay afraadoodu marka aims iyo nabadgelin bay leeyihin ilaa wax khidadooda iyo kufrigooda caddaaday oo markaa markhaatiyaa lagu helay laba ah lagu helay oo lagu xukumay oo qofku waa ridoobay bayanadiisa waxaa ku filan laba qof saasaa ijmaacu maaratay ku arooray xasanul basri baa yiraan rajaynayaa afar qof
كلي بشار لما قضي عفر قفبة لو بعني يبي لكن لا بقى صحيح هذا يكون قران أما يسوق بقرطوة حوي والوح كمية اللذة أحلى سلفة ملاية ويادوه وحوي حكم الأمة ضم بي إنها كدورنا هيان وأما كرنا هيان وخيانة علمية سمينية أما سه ما بي يقنين بي يقن بأقوان بي يقن بأقوان وما تلاوه دي ودي بتي أضياشه دي odayaasho odina oday doorteen odayna dastuurku yaani yiraha lagu dhaqmo oo kitaabka lagu dhaqmo oo quraanka yaa meesha la keenay quraanka yaa meesha la keenay leey ummadaas umma kaafira la ilaada aakhirana ninka madaxda ah ay raacayaan oo naarta u raacayaan yaqdu muqamu yawm alqiyam fawraduhum annar nar bu alulinaya kufriga halkaas ay isugu dibdhacaya marka ummada markii ashaatin ku dhawaaqayeen oo laakiin wax burinaya aan lahayn oo muslimiin yihiin iyo isku min maaha ummadu markii leeyeen muslimiin baan nahay kufrigana iclaaminayaan sida banu xaniif oo kale u iclaaminayeen musaylama rasuulullaahi u lahayn maana isakaad ay lahayeen maalka iyaga maxamed baan siinaynay cid kale siin mayno ay u lahayeen ummada waa la isku qabanayaa ummadaas xukun xalay waa irtidad baloodi yani qabiila qabiila asxaabtu fiirin jireen marka hadda jihaadka uu qaaday خالد بن الوليد رضي الله عنه أبو بكر ودي بي ولكم مرة هي أردن قبيلونك والله ما قعابي وآده هي القبائل الرجالي والردومي باشري يكوى مرت يعني عن ردومين يوحى كري يكوى إسخلافي وقيم له ردومي كري من الردومي جري من الردومي وأنا كفيرني مرك مركو تجي قبيلة يضيع ولكم مرة هي بوحو يرى خالد بن الوليد qolo jadiil la yiraahdo oo kamid ahayd wuxuu yiri ma weerarnaa Cali ibn Xaasim oo qabiilka ka dhashay oo muslim oo saxaabi ah la socday buu yiri ma weerarnaa kaas wii aniga ii daabiyay ana la soo hadlay Cali baa markaa la hadlay qabiilkii wuxuu yiri maanta geel baa manciseen buu yiri si tartiib buu yiri ciidankii yaani Khalid bin Walidna waa kan buu yiri arrintaas la ku haystaa haddayna tawadkeen buu yiri oo ayna iskada dhiibin berri wuxuu yiri waxa lagu diriri doonaa waa haweenkiini caruurtiini buu yiri tani ma noqonaysa haweenkiini caruurtiini baa lagu dagaalami doonaa qabaailka ridooyin marka maana iskaadka ahaa yaani waa ka duwanaayeen kuwa sanamiyad u noqday waa jireen oo ridoobayda toos u tegey caqiidada ka tegey laakiin kuwa badan baa mancinta maalkaas keliya diidayeen waxay ilaahay anaga ahaynayna anaga lahaanayna النبي أبو أها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعد إن سيسوا معه أبو بكر نقوم يحيق مالك فيا عباد الله ما لي أبو بكر بيهو قبيان ما لي أبو بكر أبو بكر محاوي تشير مالك تالي قاسا كتشري مركا وعلى رد قال لما يقوم نكا سوحي يربرع روبتين هو يمكن الرود قال لما يدونا هذا ما أنت قيل بكا الله يسانه وعفسي قلي هدي نمي قد ينسي وحي يرم دين ثان نمان بقى أهر يبير عن نفط الأهر يبير مركا بيت توتك أنا وصرع عند خالد حلو رنت لعدي waa ni fadli weyn kula cidiisa macnaha xagga dagaalkii xusuuq ahaa ku dhici lahaa birida lagu gaarsiin lahaa iyo ka badbaadiyay ilaahay sabab uga dhigay weeye marka qabiiladu markay xukuman tahay oo kufaarku xukuman tahay ama ha ashaataan ama ha ashaan kutub kitaabka baabu ridda akhriya macnaha waxaa jira intaasoo mas'alo diinta looga baxay weeye intaasoo mas'alo oo diinta looga baxay jirta iyadoo qofkii uusan ka bixin sheegashada marti islaamka sheegashada islaamka soo aan ka bixin nabiyada quraanka ku jira doon mid ka mid ah yiraahdo nabi uma arko kama waa gaaloobaya salaada duu yiraahdo laguma waajibin muslim baana salaada laygama rabo aniga haduu yiraahdo ama sika laygama rabo yiraahdo macluum min adiin daruura weeye lagama jahal noqon karo waxa la oranayaa irtada dib uu noqday wey waa gaalooba la oranay wax badana saasa haduu ilaahay keyrkii uu qalbigiisa ku xiro oo sida salamka loo baryo jiro kale haduu qabri u baryayo waxa way irtada way waa kaafir buu oo sanigii oo kale noqday dib u laabto marka dadkii isku qabaa inay toosan yihiin sida yahuudiyadu maxay tahay hadda diintan yahuudiyada la yiraahdo macnaha waa inxiraaf la ilaha illa allah muusa rasuulullaahi wali leeyihiin waana gaaloobeen laakiin waagii muuse sidaan ma ahayn way toosnaayeen dadku cala tawxiid bay haystay nasaaradu maxay tahay la ilaha illa allah ciisa rasuulullaahi bay maartay yacni qaraahayaan qaarkoodna waa ilaahay ibnullaahi bay leeyihiin ba ugluwii la ku galeen marka kufrigaas oo ibnullaahi ciise la leeyahay waa wax gadaafiyin laakiin dadkii hore ciise raacanaa xawaariyiin dad toosan bay ahayen
marka nabi walba markii waqtigu dheeraado umadiis waa luntaa kufriga uu noqotaa iyo intisaabki sheeganay intisaab sheeg marka qolo walba oo shaatiin ku dhawaaqaysa oo intisaab islaam sheeganaysa ama yeen sheeganay dadkaas ka ummah baa loo qaabilayaa muslimiinta si xoog leeyihiin ka ummah baa loo qaabilayaa oo lagu xisaabtamaya hadday dagaal tahay iyo hadday nabad tahay ummad ahaan baa loola hadlayaa madaxdooda keliya lala hadlayaa afraadu tabac wey haddii laga adkaado haweenkii dhaqanimo nagu jirin oo haweenka yani murtadiinta maahane kuwa kale waxa weeye haweenkooda qanimay noqon jireen murtadiintii banu xaniifa ma la qanimaystay mise lama qanimaysan yani iyada waa aaraada kala duwan lagu kala duwan yahay oo gabdho la qanimaystay waa jireen oo cali bin abidaalib ba wiil bay u dhashay mid laakiin dadkaas waxaa la yidhi banu xaniifa waxay isugu jireen kuwo islaamkii qaatay iyo kuwo aan qaadan wasimadii ku sugnaa iyagoo aan kala soocmin baa musaylama haddana usoo baxay dad baa saa ku fasirhaya marka si kastaba ahaatee sida saxiixa waxa weeye murtidka waa la dilayaa rag iyo haween markasa ahaa man badala diinu faqtuluu xadiis saxiixa weye xadiiskaasaa lagu fulinaya ummad allaale ummaddii marka ummad ahaan xukun u leh oo ummaddaasi waa muslim haddii la yidhaahdo afraadda waa la nabadgelinayaa ilaa wixii lagu ridoobi jiray inuu la yimaado maahna haddii la yaha ummadda waa kaafira kufrigana wuxuu ka xirmayaa waa waxay iclaaminayaan iyo manajka iyo kitaabka ay ku dhaqmayaan wey sida tataarkii haddii la yaha dastuur baan ku dhaqmaynaa kana ummadda axdi u ah kanaa lagu ballamayaa kanaa lagu dhaaranayaa haddii yidhahdaan oo ficil ahaan ba u fulinayaan oo haddana kitaabkii ay ka reebeen al-iimaan billaahi ka reebeen alimaanu billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waa ka reebeen ninkaan haysan waa la dilayaa waa gaal oran maayaan qof aan intaa haysana la walaarsan maayo oo wadani ma noqonayo la walaarsanayo oran maayaan arkaanu lislaam waa ka reebeen oo maanta ninka ugu sareysa hadduu salaada ka tago ama iskada diido sharci qabanayo male aniga dastuurka xaggeen ku khilaafay ba oranaya waa ka garhelayaa dastuurkaana inaga ummadda ku ballantay oo kana ummadda isku haye xaggee baan ku khilaafiya buu leeyahy ma jirtaa laleeyahy qodob qodob oo salaad ka hadlaya sika ka hadlaya soon ka hadlaya xaj ka hadlaya male marka diinta ilaahay intii ugu horreysay ugu waaweyneed waaba laga reebay markaasaa waxaa la yidhi nin walba xor u yahay wuxuu ku dhaqmaayay isaga laakiin ummadda waxaa isku haynaya waraaqahan weeye waraaqahan baa isku haya qofkii waraaqahani ay dilaan ba waa la dilayaa qofkii dili waayaanna la dili maayo saasaa maanta lagu socdaa maa kufri ka weyn male ibliis wuxuu lagu haystay waxay ahayd hal amar iyaga kitaabkii o dhan bay waxay ka dhigeen fanabaduuhu waraa'a duhurihim intay gadaal ka tuureen bay waraaqo qorteen maa waraaqay qorteen markaasaa dastuurka waxaa ku jira marka diintii ilaahay inta ugu waaweyneed o dhan waa ka maqan yihin horta oo intaas o dhan waxa weeye waa fanabaduuhu waraa'a duhurihim bay galeen al-iimaan iyo al-islaam iyo marka laga hadlayo iyo xuduudda iyo ciqaabaha iyo waxaas o dhan waxay galeen yacni fanabaduuhu waraa'a duhurihim bay galeen dhabarkaa laga tuuray waxaa soo haray yani waxyaabo kalena inay gaalada ku raaceen bay iclaamiyeen oo dastuur walba fiiriya waxaa ku yaala waxaan raacsannahay oo aaminsannahay warqadda yani baaqa nabadda adduunka aan raacsannahay oo soo baxay september 1948 tobankii december soo baxday baan raacsannahay dastuurkii lixdankii qorahaya kuwii kalea qorahaya maxaa ku yaal marka waa qawaaniin gaaladu u dejiyeen markay adduunka qabsadeen oo qaybsadeen caalam islaami markay qaybsadeen oo u n-ka sameeyeen ba waxay rabaan inaa islaam dambe soo bixin markaabay waxay leeyihiin diintiisa ninna diinta kale kuma khasbi karo dadka nin walba xor weeyo kiisu haysanaya sharci ka dhigeen oo islaamkii waagu hore faafahayay oo halla islaama lahaa dadka oo gaalada markay dowladaha duminayay waa xireen halkaas waxay yidhaaheen wax oo xuduud juqraafiya laysuma soo dhaafi kara yidhah nina xuduud iskama bixi kara yidhah waxay yidhaaheen qofka fardigaana diinta rabu geli karaa bay yidhahen xuriyat tacbiir iyo xuriyatu maaragtay yani diin buu leeyahay bay yidhaahdeen wax allaale wixii israabo bani aadam ah waa isguursan karaa bay yidhahdeen rag iyo haweena lama kala celin karo xuriyad bay leeyihin waxaasoo dhan baa ku yaala baaqa caalamiga ah oo kufriga ah oo adduunka o dhan inuu isjeclaado walaaltinimada dhex dhiga baa ku taala oo ka hor imaanayaan cadaada ilaahay in lagu jihaado oo maaragtay aan la xigsan laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa baa ilahay
marka warqadaas kufriga ah oo UN ka soo saareen oo adduunka looga dhaqmo miisaaqii iyo dastuurkii aan ayidaynin waxa laga soo qaadayaa argagixiso kaasna marka waa lagu ayidayaa marka dastuurka Soomaalida hadda hadda fiirisid hadda sida gaalada kale dastuurka waxa ka duwanaa intay ka hadlaan bay ka hadlayaan intay ka hadlayaan bay ka hadlayaan waana cilmaani wax diin oo tixgelinayaan male kuma taalo islaamka arrimis ugu waaweynaa oo dhan waa laga masaxay nabaduhu waraadu horimooy waa la tuuray haddana si dadbanba wax loo raacay gaalnimadii waxaa la yiri baaqa caalamiga ah wixii ku yaalla waa aqbalnay halkaana kufriga waa loogu tagayaa marka baaqa akhrisid iyadoo carabiya wasiiqatu salaam alcaalami la yihahdana waa la helayaa iyadoo baaqa nabadda adduunka iyadoo ahna waa la helayaa waa kufriga caamka oo maanta caalam islaamiga oo dhan aqbaleen weeye oo gaalada aqbalsiisay markii ka xoog badisay weeye qaarna waa sidaasba qaarna waxa weeye qodobo ay samaynayaan oo markaa diid soo war imaanaya oo zinadoo kale hadda masalan dembi maahan bay leeyihin ilaa ciqaab ma lahan bay leeyihin haddaan la iskhasbin laakiin ninkii gabar khasba waxa weeye waa la ciqaabaya hadduu askari ahay oo mas-uul ahay meel joogay oo gabar maxbuusa oo xabsiga loosoo geliyey oo wax xumeeyo ganaax iyo ciqaab iyo leeyihin xataa oran maayaan rajmi iyo maart jaldi oran maayaan waa sidaas ma marka ummadda markay kufri iclaamiso kitaabkii waa ka tagnay ba hadda la iclaamiyay kitaab kamaana tegin bay ku doodaan qofka raahaysan kara khaa-innimada ugu weynna waxa weeye maanta ay sheegaan waxa weeye kitaabku wuxuu waafaqsan yahay dastuurku wuxuu waafaqsan yahay qur-aankii kuleeyay haye alimaan billahi kasoo saar alimaan billahi xaggee lagu qoray haye ninkii iimaanka laga waayay xaggeebu ma ummadda soomaalidu kamid noqonaya ahaanaya ummaddeenna mu kamid ahaanaya ninka aakhira beeniya xaggee looga hadlay ninka nebiga beeniya xaggee looga hadlay ninka aayad qur-aana beeniya xaggee looga hadlay xaggee looga hadlay ninka malaa'igta beeniya xaggee looga hadlay ninka salaada diida xaggee looga hadlay ninka sakeeda diida xaggee looga hadlay ninka xaska diida xaggee looga hadlay xaggee looga hadlay ninka gaalada ka wiiliyeesha oo gaalada jeclada xaggee looga hadlay ninka diinta islaamka ka baxa oo diinta gaalada raa xaggee looga hadlay kadib iyo kadib waxa weye midda ugu darayd wey waxay kuleyin diinta islaamka waafaqsan muwaafaqsayna kufrigii gaaladii oo waxa weeye la dhoodhoobay weeye oo hadallo lagu dardaray ummadda dhegweynta lagu siraayo oo la leeyahay maaragtay dastuurkeennu waa asal ahaan waa wuxuu waafaqsan yahay maqaasidu shariica adiga maqaasidu shariica miyaa lagu diray mase waxaa lagu diray maqaasid wa tafaasiil miyaa lagu diray nin weyn baa soo istaagayo doctor la leeyahay kaas wuxuu leeyahay dastuurku inkastoo uusan hoos u waafaqsanayn yacni meelo badan waafaqsanayn haddana wuxuu xaqiijinayaa maqaasidu shariica shareecada qasadkeedu wuu xaqiijinaya markaasuu maqaasida shareecadu markaa soo qad qaadanaya maqaasida marka waa ka been sheegaya maxaa yeelay maqaasida waxaa ugu horeeya dadka diinta islaamka in loo ilaaliyo oo dariiqa ridada laga xiro ninkii ridooba la dilo maqsad sharciya wey maanaa in dadka diinta loo ilaaliyo iyagu diintii waa fasaxen ninku meesha rabu geli karaa wayba leeyihin dastuurka u taalla haddaad nin soo dacweyso maanta tiraahda ninkan hala qabto waa ridoobay shan nin ama toban nin baa markhaati ayuu ridoobay oo nebiga caayay oo akhir ninku soo soomaali maahan ahaa iskiski daaya maxaa ka rabtaan adigu ninkan isagoo ilaahay la hortagaya ka tagay u leeyihin shaqadood maaha xad ma jiro diinta waa la tuuray qayb badan baa la tuuray oo aan lagu dhaqmayn oo la keeni karinba haddii markii diinta ninkii caaya in la dilo haddii maanta rabaan inay qaataan kuma qaadanayaan naskaasa kitaab ku sugana waxay ku qaadanayaan dastuurka nimankii oo nimankii baarlamaankii baa isku raacay markaaba ninkaa waxaa lagu dilayaa shareecat albarlamaan baa lagu dilayaa ictiqaar ridwaan illaahi maahan haalaanshe ilaahay la raadinayo ilaahay amarkiisa la fulinayo ma ahan wax walba marjic baa loo sameeyey meesha muslimka marjicisu yahay kitaab wasunna iyaga marjicooda waxa weeye baarlamaankii baa marjic u ah odayaasha halkaas fadhiya aaliha waa arbaaban min duuni illahi wey yahuuda la yidhi itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi bay samaysteen iyagoo weliba aan ugu yeeraynin wax walba aniga igu raacaan lahayne waxay lahaayeen meesha cilmigii u akrinahayay markuu meel ku inxiraafo shiikhabi iyagoo garanahayay raaci jireen saasaa marka loo yiri arbaab bay ka dhigteen kuwaan maanta halka annagaa musharriciina bay leeyihinba golaha sharci dejinta baa la yidhahdaa khamrada hala xarima dilia waxaa leeyahay ilaa dastuur ka far baarlamaan ka fariisto oo aqlabiyad lagu sheegto arrintaa lagu sheego
لما تجاي خمره وبنان تاي نكره عبيه عقابنا لما صاري ساسك صحني مركب أمضو يرو انتساب شيء جن الساهوري ودع ذي جيل كيقول أكسنا بيدع ذي معنا والنبي قلت شو عليه الصلاة والسلام بعد ذري دومين مسلم كذاب يسود العنسي بالنبي غري على وقت صي لباتي تموك عنده وتر الذهب وكر يوضي مركب وكرهي مكاسو أفوفي مكاسي الدولين وعن كفز ريوي يعني وحويه ولا بكذاب وقضاشي صبحية صاحب اليمن وصاحب اليمامي وأنا صبح أنا وبكر إيان اللايي فضيلة صحابة ما نروح أكمل يعني أفوفكي نبي وأفوفي وأروح أكوفة زرنتي حوكي صحابتي وحوكي صحابتي ساس الوجبي مركب أمد انتساب شيئين سوى قالوا ذي مرها ذي ماشي تاغنتاي نين كان كفر دغا محوية كاتو كان أي محوية مجستو وحلقوه بنا هيا أمد وحي كو قالوا ذي إنو كباحي وسن شغو كلاهي تامالين تولي مادو أما لغا شكيو ما لغا استاغيا مركي دل إيا دغال تيروي مركب كلنا ورئيسي با فرنبا وسهلنتاي دحيالة دغال معها نين كان دال استراهيد أرمو وأرمو سنة وحن رعصني ومدان قال هذا أرمو بري سيئي وريسك إلى هو في هذا المرة لا فريسة أوعار سويح وياي بركة عرنت وأنسي الله لا فيريه مجهول نل يرادو أو معلوم القوم قوم كذا لا يقعنا قوم كدين تو لا يقعنا بنو حنيف والله أوعار سوما ها أفراد ذي هؤلاء كل يلا باري وحوي يعني نك في معلوم القوم قوم كن حكم لا ياي مجهول ما معلوم القوم ليس بمجهول مجهول ما قوم كتاب اللي يقعنا وكم ذي ورقم كم كارت وهي كتير المكبة حليب على أورناي نينك مسلم كأنا وحوي مضى وكتير حكم كذي وليه ذا ذي وأقوم نين الله نينك تكين هيا وأكون حرنا إذا قف الله لقفك يعني كوان شو هي القيدين هيا ومسلمين تك كذا هيا وك كذا نسمعنا ورب حتى يعقدها إيش المورنس تنضعوه لا بهنا ومضبا شوكتن بيشان ومسلمة أنا أقولين كتاب في خلاف كيسا مرها دي ومركا ومضا شيء أي هكا هيلب كقاداني سأل الله كقاداني سلاوية مرها الشراعة ويادان وحي اسكول بقينا هيان حقي يبادل كيسا اسول يعني وقابك يهودي وي لما تلبسون الحق بالباضيو إلي ما حاسو ديسا حق يبادل وحال لقاها الله ياور ومضاني كفر بإعلام السي وانا وديهين وانا اسكو اسبير سنية واسكو ومض كل وضع اسقراية نبا كيستا قاد كورو ولاد او حكاه الله مقالة قردو كان الله مقاسو حكاه الله كفر ومضو مركين كتاب الهي كل رغمين ان قالة تاهي وقالوا بي سكار ساوضي باوحو يرى انه محان ناهي انه محان ناهي رير قد لان ناهي محان ناهي ويرى مقاسو يرى والا ينكال قاضي ورانا كال قادم بيرى انه يمكال قادم بيرى واسكو مضبان ناهي محان ناهي مقاسو اندا كبر مركسية وقرم وحكاه الله وفهمي واي يعني وحش فهم سنين ومضى حكم كذا مركز الأسبوع قبلي يوم ليش حكم كلا جرح تبايو وقيادة يدمنش كوي لغة معي ولا إعلان سنايو أرمي ليهم كتاب يسون أقول لهم إنه خلاف منه أرمي أرنتها ك نحن كذا جايان وقول لهم هايان واحد بكتاب كان لو أرمي ليهم ما أرنتها وصوما دستور كألمانية هاي ودستور كفرنسية كوا كاي كي إنجليز كي كي يوروب كي مريخن صوماها انت غير يور نعهي سو نعمايان انت غير يور ربان سو مربان مقاصد الشرع الى لنا ناد ورغاها الى لنا يا ما الى لنا يا دين وي دينتي الى لنا مايان انت اي الى لنا هيان او غالوا دم با الى لنا سكلي ود ماها ديك ددك لا جوجيو قف البدن ادم او قل قف لما دي لكرو ها نين هنسين اسكما قادن كرو وا صح نين غبيسي لو سو غدب كرو وا صح غالوا دم با او قل inta gaalo ugu shay way ogliye inta islaamiga ku jirto ama iyo ku jirin inta gaalo diidanteena wad diday ma ogala maanta xuduudda islaamka in dadku ugu ogo ma ogala dadka loo kala saaro anu iiman oo antu min billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir dad rumay idaa rumay loo kala saaro dad shirki ku soo aad tawxiid ku soo in loo kala saaro ma ogala hadii marka ay diinka ilaalinaya marka arintu saas way wadaadu waxa isku daraan iyo laga hadlaayo ummada xukunkeeda laga hadlaayo kaas ay leeyeen afraad iyo gaalaysiin afraad ummada way kamid yihiin ummada kamid yihiin bani aadam ku xawayeen ninka bani aadamka uu meel dego arur buu dhalaaya arurti waa balaarinaya waxa isii dhalaaya arurti kala wax isii dhalaysa dhul halbu marka dad isxiye noqonayaan digaag isku ummad bay noqonayaan ummad isku dhoweyn noqonayaan ama qabiilay markii hore noqonayaan
ومد كلا كم ذا قبيلة من القبائل إيش كده ودو كم ذا بين غنيا وأسكوا يلنا يعني وما ذا كلام ركني ماذا وأسكوا على سنة يعني كوان أو قرابني باشرة أو دقن إيش كده حريني باشرة أو دجان باشرة أو وحوي وحد في المصير باشرة يجي إيش كده الله الله يعني هذا سؤال الله يعني لكن ريم يا قبيلة الدين مري وحد في المصير بيلي تاسع مركز بس كده شو مركز إسكوي مثلاً، مركب وافدرة بين عالم كوني إسحاق سدان وإسكوي الليان، مركب إسكوي الليان على منج الله هديهنا أحكام بليين، على منج الكفر هديهنا أحكام بليين، وحوي عن الدين تلسكو ولكن والله إسكو جري، وحوي جاء ما هي ولا درس إلا تعصب ويدف كي يجي من قال ده إلهي، معرضوه يا مركب، إلهي هدوك يا هذا كاس كاس ما عصوا قالوا، تذكر مركب الجالسين يوحلي هذا صدق ما قالوا جالسيا. من واحد على التعيين ويا وشرع جبا مقعابي أبو جهل إنه قال يا الله شيء شيطان إنه كفرية بلا شيء أبا واستكبر وكان من الكافرين بالي والله عيم كواس أبو لهب إيوه يعني إبليس إيوه فرعون إيوه ومقعابي كورا واحد ويا بالوصف بيه قالوا بيا واحد ليه أفكر واحد سمعية ومن أظلم من التبع هواه بغير هدى من الله وإلهي روح كل إنسان مجرون إنها وليس راعية هنوك إلى كتك عيالي نين والبو صفار على بار راعية جلها يا الكاسوي نين والبو ملاح وكتاب التورة هي وح كالقادنا هي وحوى يا كدل من بضوه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ساسوي مركا ضد بلنبا بالوصف كوغالوبا هي تلمانت إلهي بحيبا لوغالسين إياه ضمن المنتج حتى ملح حتى أنا قال الرائن هيا بالطبيعية لو الرائن هيا وعربتي رأي قالوا سيتوك له حكنا هان قالوا الرائن هيا قالوا دي بالرائن هيا مركا عنقي رأيوا لسري مركا دينتو قالوا الرائن سوء ومدى قالوا دي مرتدين تبنى حنيفة عربتو أي وتين يجي بالرائن هيا مركا وين هذا قان قارا دات رأيوا كشكين هيا محيط وابل الرعي ومدو كم دي هاي إلا ومدى سو عبره لسانك يسكو أحد الله ورح يمكبه حي وكتبه كيان يحول في المال دين تانا سيدة الدين بن عام ديشي معهاني ودين وحد ديشي ربي يعني قوي المتين أهو إلهي سبحانه وتعالى حوق لأوود لأوحكا وابل يشيرين وعيدو حوبه هاي اللهين وغنئة ودين تان ديشي أو أمرتي سمرك وعد عدي هنا وحوي وبيانوي لك حقربة ليلها كالنهاري هوي وعده مرق مرق يمارة ملح ملح إلا سكو أسقصي ملحا وعده قفك لكن مسكين كأهو بني آدم كان نلوش وحرانتاي وقرابة نمو وحرانتاي ويسو كريين وقار كود تعل قفك إساق أو مسكين كأمرك آيها برناها يلاب الروح لما قاب بعضك قلب وضن يه قف وحوي وحوج يه عيلاني إن قفك استقبلنا هيان وعيلان إنه فهمك ليا أضرن وجانا يا وح إلهي الروت ليه بارا يا وجانا يا منتو وجانا قام بقادرية أبي مركل التجاه يان هو يدي مركل التجاه يان هو أنت كل التجاه يان عروت كل التجاه وقفك الدين تأصعدوه وإلهي بشوره بع كيف يريد الله أن نكون لنكون بخصوصه إلهي سيرها بعنا عنها نسي الله عنه قف كاس مرك قف كهنونة يوية أيضا كهنونة يوية قف نوح الرباء إنه سكة إنه دينتي هي قرابتي إنه سكة إيوه أنا سكوي ما أنكر قرابتي ودينتي قبرك وتشيسي بوح وكفر فينا يا علامه كفر وقاطع وجدينه وتكنه ينبلج قال لنا ده وكبر يا لنا يا نو قال لا أطلنا يسوع قال لا ديلنا يسوع قال لا أدتشين يسوع دولنا أبص يسوع وح والبو قال لي حبنا كم يدوي قف كاس وح ويرباءين وح سكوي إن كيانه دينتي والربائين حرصت بكده وحنا وصل عن ما ين كنا هنون مال القرآن هم ركوب برتو والتوحيد الله آخريه والولاء والبراء الله آخريه وحلي وحنا صوب باراهية ولا إسباه إستا سبب كل وقت جاي وحي وحنا صوب باراهية أقولي وإذا ذكر الله رهري وآذى يا مكاسي لنا قلا كفقو بلي قلا كفقو مركب ودس كيس سعر هال نغناي نصوص تينا ولي وكتاجنا نسا إلا ويا غن معنا هذي ويا غنا ولي يروح أركاهية ومن أظلم يا كذل من بدن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل يا كبار يسن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له غفا أجيبه غف بريها يا غفر بريها يا كل سن
بالورنايا آية سكتنانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكتنانيس وكتنانيس يعني لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يوكم ذي أو بكر الصديق عمر علي بسال الله لا يعثمان سأسأل الله لا يحدد قال هذا كولي يلتان أو حك ستان يا كمتي مركاوي ما أنت أو كولي يلنا يا أو بيش عالم كولب حي أو على صدي أو دسور كسو قال هاي يجي ولا صحة هاي أو وحول بل ولا إسكي إلى لي اللي يكوح ولا شعورك عادي سيد دين تله أو رد هاي الضج على ما هي بابي وإسكي إلى لي بلي نبض بالله بابي ليه يو قال هذا ثلاثة إلا صوها سجله بالله ربا سأسأل مركو قال أنا مركا حقيقة علمي وما أنت اللي بحي وحاول يغفك هرتح أمي مثل نفسي صغير هم أشياف يعني سوى صادق يا إله لك الموي دين تان ودين إله دين بن عالماء دين تان إله سيدا الله عالم كأوري أليك وأوري بل سيدا وحور هو فهم سيدا وحور هو ضد كرب بل فهم كذبنا هلك كسو جنس وحتى ساعة هلقات وضع هلمرا ديك لك يجي تشغده لكن هذا ترى هذا حوال سكسو جيده يا لسكسو جيده مايه أود مني أود مني أود أمرضي كعب قان وكخسرت إسلامنا ماله نقول بحرية دي سكوس عدا تذكرنا تعليم تواصل ولا قلب سايا يو عفورة وحلا صبر هيا وحلا صبر هيا بوعد دي مرت يعني قالوا من سنة بالبر هيا لو قلنا هيا يعني عشرة لو وجستام عشرة لو وجستة يعني أرضي قد يلي لو هذا بن آدم كحقيقة كين أورن ما إلهي ما هو حاضري آدم يا حواء كم جواب يا مدارس علمانية ساس حرام يا عرفتيه وابني هنا عرفتيه هرا صاحب قبسة ديمة يا قباح ساس عرفتيه الدنبان وحي هايد بن آدم كو إنه صوته دوري وصوهر ومري أو حيوان كي يمد بكتيريا لغسو قلوضي ساس لغسو كري ناسلي يتمد طاير ويمد كذبة بن آدم كدش نظريدي داروين مركا هضيح هدلان وحي كوها اللايان قال الله وريرسان أولونتي يعني أو هلمت مسكحة أو كرساء يقول هايان العلمية كدقا هايان بالو جواب ياي الو جواب ماي قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب مجهول كباكس واسلاس ومضى مركب حكم انتهي وحكم بيلاده فرد يقول لك استاقه يقول لنبات قلنا ايانا وامد كبحي واسلام اعلان صدي امام من لك شكيوي والله هو بينا يوي وانتهي مركب مضى حكم اسلام لاده امة مسلمة ومنتك الهي كتاب السنة ايقاران ومركا قف كتاب كو قايمين الرئيسيين حدود إلهين اوغا هيان اسلام كو باهريا مجول كو دو حوي معلوم وي دد كي كلا يغان ادي هدا اقون ولا لا كلا يغان هدي تكن هيان ولا تكنيسا هدي امارتي غور هيل بعون هيان ولا عونسا وا سلام عليكم ورحمه الله.